السلام عليكم، اسمي مازن، عمري 28 سنة، وزني 105.8 كيلو، طولي 190 سنتي. حبيت أضعف عشان يكون جسمي صحي أكثر، ويعني تعرفون شباب، كل واحد يتمنى يكون جسمه أحلى من جسم الثاني. فدخلت مركز اسمه دكتور نيوتريشن في دبي، وأتمنى إني أضعف على الأقل ما بين 15 إلى 20 كيلو. نسبة الدهون في جسمي 28.5، نسبة كبيرة. أتمنى إني أوصلها لما بين 15-20%، اللي نسبة تكون أحسن. وأتمنى إن كل أسبوع أسوي فيديو جديد، في أعطيكم معلومات شو اللي صار الأسبوع الماضي، وأتمنى إني أتوفق، وشكرا.